حرصاً من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ودعماً منه وتقوية لجهوزية وزارة الصحة العامة اللبنانية لمواجهة الكوارث والطوارئ خاصة الصحية منها، وتنفيذاً لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية للعام 2005، قدم المكتب الإقليمي الدعم المادي والتقني لإنشاء مركز عمليات الطوارئ، وذلك في نيسان من العام 2014. تستوعب هذه القاعة 26 شخصاً من خبراء ومراقبين، وقد تم تجهيزها بعازل للصوت وبكل المتطلبات التقنية المتعلقة بالاستجابة للطوارئ الصحية. تمكن وسائل الاتصال السمعية والبصرية التي فيها من الاتصال مباشرة بالصوت والصورة بمواقع الحدث حيثما كان، بالإضافة إلى خدمة خطوط الهاتف الأرضية والفضائية. تم ربط مركز عمليات الطوارئ هذا بقاعدة بيانات الترصد الوبائي والمخبري وشبكة المعلومات الصحية لوزارة الصحة العامة، وذلك عبر نظام DHIS2، مما سيساعد في توفير المعلومات الآنية اللازمة للخبراء المجتمعين من خرائط صحية، جداول رسومات أو منحنيات بيانية، كما وسيستفاد من برنامج الأطلس الصحي الإلكتروني الذي نفذته منظمة الصحة العالمية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة. سيساهم هذا المركز في تفعيل برنامج الصحة الإلكترونية eHealth الذي يمكن خبراء دوليين من المشاركة في اجتماعات الخبراء المحليين وتقديم محاضرات كاملة عبر الإنترنت. زودت هذه القاعة بسبع أجهزة كمبيوتر وسيرفر، أربع شاشات 3D 60 إنش، شاشة عرض، لوحة بيضاء ذكية متفاعلة، نظام سمعي بصري خاص للمؤتمرات، وكل الملحقات اللازمة من طباعة مستندات وتصوير والمسح الضوئي. القاعة متصلة بمصدرين للإنترنت بسرعة الـ HDSL أرضي وفضائي. أما جميع أجهزة الكمبيوتر فتم ربطها بشبكة معلوماتية سلكية ولاسلكية لحماية ولضمان استمرارية العمل وللوقاية من آثار انقطاع التيار الكهربائي. تم تركيب جهازي نظام UPS. مركز عمليات الطوارئ معاً لجهوزية أفضل.